السلام عليكم يا جماعة الخير، معكم عادم من قناة انفينيت جيم. اليوم رجعنا لكم بلعبة ليتل نايت مير 2 يا جماعة الخير. المنطقة الأولى اللي كان في المدرسة كان تسخين يا جماعة، أما في هذه المنطقة اللي هو المستشفى هنا يبدأ الجد يا جماعة. إنزين هنا يبدأ الجد، فخلونا نبدأ يا إخوان. إنزين خلونا نبدأ ونلعب. يا طيب يا جماعة الخير، في الفيديو السابق وصلنا في هذا المكان لو كنتوا تتذكروا، وصلنا هنا يا جماعة ودخلنا هذا المستشفى. فخلونا نتحرك، وسكس قوم لو سمحت قوم وخلينا نتحرك، لأن انتظرنا مشوار يا جماعة. انزين انتظرنا مشوار في هذا المنطقة اللي هو المستشفى يا جماعة. وكما قلت لكم في المقدمة يا أخوان، هنا يبدأ الجد في هذا المنطقة يا أخوان اللي هو المستشفى أو الفصل. هنا يبدأ الجد. يس فيس خلونا نتحرك. اتوقع هنا الطريق بيكون. ادفر يا تعال ساعدني يا سكس، ادفر الباب. زين ادفر الباب اساسا نقدر انا مره. زين يا ساتر، كان هنا المفاجأة يا جماعه، كنت بطيح، ولكن سكس كالعاده هو اللي ينقذنا. انزين كالعاده سكس هو اللي ينقذنا. اوكي انا بقي، انا بقي. حلو انا جيت، انتظرني سكس، لا تكون مستعجل، لاني اذا خليتني واحد يصاب اموتي. زين يلا ايوه اوكي. احنا الحين وين قاسين نروح يعني؟ هل المستشفى موجود فوق ولا كيف يعني؟ ما فهمت. من الواضح ان المستشفى يا جماعه شكله فوق موجود، ولا كيف؟ زين شكله الحين اتوقع الحين ندخل المستشفى يا جماعه. هذاك اللي يعني لما صورت في البدايه يا اخوان كان هذاك الريسبشن او الاستقبال يا اخوان. زين انا بشيل هذا. هل من المفترض نسوي كذا ولا كيف؟ انا بس شليت هذا الفيوز، امشي انا شليته، فبنشوف ايش بيصير قدامي يا اخوان. شكله صح كلامي، شكله هنا حطه في هذا المكان حق الفيوز يا اخوان. ركب الفيوز بالضبط، نفتح الباب وخلا خلا يا مسمك. يا ساتر لا 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 لا، بيطيح سكس بيطيح. تعال افتح ساعدني يا حبيبي، ساعدني. اخم بيطيح. اوكي بالضبط، طاح الاليفيتر يا جماعه، طاح الاليفيتر. امشي سريع، خليك سريع من اسمك يا مونو. لحد الحين اخوان امورنا طيبة، ما صارنا شيء ولا متنا ولا حاجة. حصلنا فلاش لايت يا جماعة. اوكي شلينا كيف اذا بغيت اوكي داير اذا بغيت تولع الفلاش لايت. ممتاز، شكله هذا الفصل يا اخوان بيكون عن بيكون مظلم، فبنحتاج الفلاش لايت بشكل دائم. زين اوكي انا قاس امشي، بس انا وين قاس اروح؟ المكان مظلم يا اخوان، انا ما قاس اشوف شيء. المكان مظلم جدا، وشيء دمال لو حطه في الارضيه. سكس جيب يدك، انا بيت اخاف، تعال خليه جنبي، لا تروح بعيد البر. هنا يا اخوان شكله مسكر، فاتوقع الطريق بيكون من هنا يا جماعه، اتوقع الطريق بيكون من هذا المكان يا جماعه. انزين اسمع صوت ذاك اللي اسمه خطوات، والله كيوت شكله. هنا ايوه هنا العلوم. خلينا نسكر الفلاش لايت، لان اتوقع ما نحتاج الفلاش لايت لانه شيء ليت يا جماعه. هذا ويش بنحتاج شيء على اساس نفتح هذا. تقدر تعطيني بوش؟ اعطني بوش. لا شكله ما يصير، هذا ما بيعطيني بوش، فاكيد هنا 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 بالضبط. بنحتاج هذا القوطي على اساس نفتح هذا الباب. كذا بطل الباب، افتح الفلاش لايت وخلا. حلو، في تلفزيون اخوان، بيصير نفس الحركة مال ذيك المرة. الرجال الحين مصدع
يحاول يقاوم ولكن ما بيقدر يا اخوان، فلازم يدخل داخل هذا التلفاز. شيء دين طايح يا جماعه لو لاحظتوا، شيء دين شيء اصنام. اوكي ايوه ادخل ادخل، تحرك تحرك تحرك، ادخل ادخل داخل التلفزيون. بعد ما صار يحتاج لنا محاولة ثانية من هذا الصوب. ايوه دخلنا يا اخوان، دخلنا وبيصير نفس الحركة مال ذيك المرة يا اخوان. بنحاول نوصل لهذا الباب اللي قدامنا يا جماعة، ولكن شكله ما بنوصل، فأتوقع السكس بيسحبنا ما ثانية. ما عارف لما يسحبنا ما عارف معناته هل يعني قاس ينقذنا كذا ولا كيف، ما فهمت. لكن هو بيسحبنا الحين، لاحظت عرفت يعني قصدي، عرفت انه هو بيسحبنا. يلا خلا داير راسه، ترى مو انا داير راسه، ما شاء الله على الاصنام. ايوه هنا 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 بداية المستشفى يا جماعة، في هذا المكان هنا بداية المستشفى. سكس خلا بدينا يا جماعة. هنا بيحتاج لنا فيوز يا جماعة، راح يحتاج لنا فيوزين، ما فيوز واحد بعد. خلونا شو نشيك على هذا المكان إذا كان في شيء. لا ما في شيء سكس، ما في شيء. ليش ما خبرتني إنه ما في شيء هنا؟ هذا الصنم اللي جالس هناك ايش سالفته؟ انا حسب يتحرك لكن انا قاس اركض، فاذا لحقني ما اتوقع بيلحقني. وكنا بنحتاج مفتاح، فشكله يا اخوان الطريق بيكون تحت، الطريق بيكون تحت. ايوه شيء غرفه هنا، فاتوقع هنا بنحصل المفتاح. يس اتوقع هنا بنحصل المفتاح في هذا الغرفة اللي هنا. وش هذا؟ في الصورة يبين شيء دبدوب داخله مفتاح. انزين وهذا وش؟ خليني ابطل هذا الماكينة. اوه كذا سكانر، طلع هذا سكانر. اوكي فهمت يا جماعة، اتوقع انا فهمت بالضبط. هو ذا الدبدوب اللي داخله مفتاح. تعال بتجي معي خلا هذا شو. سكس انت مشل يا حبيبي، احنا باغين دبدوب بس بنخليه هنا. انزين يلا. لا ما في شيء داخل الدبدوب يا اخوان، لاحظتوا صح انه ما في شيء داخل. شكله ما هذا الدبدوب يا اخوان، الدبدوب الثاني يمكن هذا لكن هذا ما دبدوب، هذا ما دبدوب يا اخوان. في الصورة يبين دبدوب، شفته في الصورة يبين دبدوب لكن هذا ما دبدوب، هذا أرنب. خلونا نشيك نقرب. ايوه داخل الأرنب شيء مفتاح يا اخوان، فبنشله. ولكن سؤال، كيف اسمه ذا، كيف بنطلع المفتاح داخل الأرنب؟ كيف بنطلعه؟ انا ما فهمت كيف بطلعه. لا 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 تعقه. سمعته لما عق يطلع في داخل، يعني في حديده داخل داخل هذا الأرنب. خلينا نروح هنا، يمكن هنا يا جماعة. أنا بشله معاي، بشل الأرنوب معاي، يمكن هنا، لأن ما عرفت كيف صراحة كيف بطلع المفتاح داخل هذا الأرنب. فشكله أكيد في شيء هنا لازم تسويه. بالضبط شكله هنا تعقى داخل. ايوه كذا ولع، هذا اوفن يا اخوان، هذا اوفن. خلاص اتوقع الحين تبخر،
عسى ما يتبخر المفتاح بعد. خلاص هذا ليش عقل الأرنو... العقل مش مذاك البطة داخل، في شيء داخل البطة من كذاك شايل لنا هذا سكس. أتوقع في شيء داخله. لحظة خلينا نشوف، خلينا نشيك إذا كان في شيء. لا ما في شيء. يا سكس أنت ليش يعني جبت هذا البطة وعقدتها داخل أوفن؟ إيش سالفتك؟ خلا 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 حصلنا المفتاح. فالحين بنتجه الطابق العلوي وشيء باب هناك يا اخوان يحتاج له مفتاح، فبنفتح ذاك الباب وبعدها اسمه كمان كمل وعسى ما يطلع لنا شيء ينزقي. خلا 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 سكس خلا خليك سريع خليك سريع. ايوه هنا 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 يا اخوان فوق، بنروح فوق هذا الباب اللي هنا يحتاج له، كان يحتاج له مفتاح. انزين افتح، طلع مفتاح يا حبيبي ويفتح الباب. يلا اتوقع يا جماعة من هنا يبدأ الجد بالضبط. انزين اصنام يدين ارجل كل شيء موجود. ف لا لا ما يدي اروح هذاك الصوب، لا ما اريد اروح هذاك الصوب، انا بروح هنا. تو ايش اسوي هنا؟ اتوقع الطريق بيكون من هذا المكان يا جماعه. ايوه شكله بيعطينا بوش الحين من اسمه هذا سكس بيعطينا بوش. اعطني بوش اوكي يلا انا بجيك. اوكي انا بجيك انا بجيك وانا انا وحدي الحين. اوكي الشيء صنمها مسوي له عمليه، انا بشرد انا بشرد يا جماعه. بسحب هذا. وش هذا؟ وش هذا؟ وش هذاك يا اخوان؟ لا 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 في 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 يدين تحرك يا اخوان، والله العظيم شفته يدين يتحرك يا جماعه، والله شفته شايفنا يدين يتحرك، شايفنا اليدين انا ما يقص علي هذاك. لا 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 يا حبيبي لا 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 والله العظيم بتشوف مسكني مسكني يا اخوان. وش بيش باغي مني انت؟ حتى ما عندك فم، كيف بتاكلني؟ صح يا اخي هو ما عنده فم كيف بياكلني؟ لا 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 يا زباله لا يا زباله خليه يقحم. ايوه الحين 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 فرصه 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 يا حبيبي اذا ممكن تخليني. هذا وش باغي مني؟ انا بسوي خطه يا اخوان، انا بسوي الخطه بقحم الصوب بضرب جام كذا وبقحم هنا. يلا يلا بسرعه بسرعه بسرعه. هذا يعفي يتسلق، هذا يعفي يتسلق يا اخوان، يعفي يتسلق والله العظيم يعفي يتسلق. قاني 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 يا اخوان قاني. بيمسكني مره ثانيه، هذا بيمسكني بيمسكني. اوف ما مسكني المره ذيك الساعه، ما اعرف كيف مسكني يا اخوان، ما اعرف كيف مسكني. ما مشكلة أنا بتحرك، زعلني والله أنا بتحرك وأنا زعلان، بتحرك وأنا زعلان يا جماعة. أوكي إيش هذا المكان؟ وإيش هذا؟ هذا رجع، هذا رجع يا أخوان موجود في اليونت، هذاك رجع يا جماعة. والله العظيم عرفت أنه راجع يا زبالة، مو تريد مني؟ بس بس تسلق تسلق تسلق. والله هذا حص، هذا اليد، هذا اليد حص. انا بقحم هنا ايوه كذا. حصلنا فيوز واحد يا جماعه، حصلنا فيوز واحد. شي مطرقه والله تعال والله تعال لحظه. اوكي امسك. لا 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 يا زبال لا تعال. يا اخي ضربته يا جماعه والله ضربته. هذا كيف ضربه ما فهمت. ايوه كذا كذا تعال تعال. لا لا تعال حبيبي تعال، بعدني بعدني باقي باقي صبع. تعال تعال ايوه خليه خليه يقحم، هو يقحم العن. ايوه ايوه غيره. تعال تعال ليك تشرد، تعال ليك تشرد، باقي لك صبعين. ايوه خليه خليه يقحم، هو يضرب جنب. تلعنوا يا جماعه كذا كذا صبع يروح.
كيف حالك؟ عايز يكون ماشيك سوري. بقي واحد يا اخوان، وين ذاك الثاني؟ ذاك شرد. انا بشيل الفيوز وبتحرك. عسى بس ما يجيني. اوكي خلا. انزين. خلا بعد بسرعة. انا حاسب يجيني يا اخوان. انا متأكد انه بيجيني. شوفوا ها. انا اقول لكم بيجيني يا اخوان. بنحتاج مطرقة ما ثانية. اساس نكسر هذاك الزقاق. اقول لك يا دين. كيف انت مرتاح هناك؟ مرتاح؟ اوكي يلا مع السلامة، بنتلاقى بعدين. اوكي ها. تو هذا ما فهمت، هذا المستشفى. مستشفى مال اصنام ولا كيف يعني؟ اوكي خلونا ناخذ الفيوز ونطلع من هنا بسرعة. حلو. حلو. اتوقع الطريق بيكون من هنا صح؟ هذا سكس مو قاعد تسوي؟ هذا وش قاعد يسوي؟ والله ملان، شكله كان ملان قاس. والله قاس يكسر هذاك اسمه الاصبع يا جماعة. شفتوه؟ قاس يكسر الاصبع. عارف انك ملان لكن ما كذاك يا وليدي. اوكي شي فيوزين يا اخوان. شي فيوزين؟ هذا الفيوز الثاني منين جبته انا؟ كيف كذاك؟ لحظة يا اخوان. الفيوز الثاني هذا منين جاء؟ اصلا ما اقدر اشله. اللعبة شكل يا جماعة. اللعبة شكل. هذا الفيوز منين جاء؟ لحظة بطلع. بخلي هذا الصوب. اقرب اذا اقدر افتح اللفت. واكيد ما بيصير لانه بيحتاج لنا فيوزين، لكن هذا الفيوز ما تقدر تشله. هذا اتوقع جلتش يا جماعه. ايوه اتوقع جلتش. فانا بشله وبنتجه صوب الثاني. يا حبيبي اذا تحركت بتاكل الفيوز. بس حبيت اقول لك يعني. ايوه بنحتاج نروح هذا المكان يا اخوان. خلا يا سكس خلا. هذه المرة لا تخليني وحدي، تعال ساعدني. ايوه. و ما يدقس وحدي هذه المرة. لأن ذيك الساعة صار مسمح. لاقينا يد، وهذه المرة ما اعرف ايش بنلاقي. كيف؟ تعطني بوش؟ خلا. نفس الحالة، بكون وحدي. لا 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 لا. هذه واقفة فوق الاسم ذاك في الباب. هذه بتتحرك يا جماعة، هذه بتتحرك. هذه بتتحرك يا اخوان. اي والله اشوف ايش جاي. جاي والله جاي يا اخوان. جاي والله خل جاي 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 يا اخوان. يا الحصة انت يا جماعة. شفتوا كيف تتحرك؟ لا لا يا زبالة. لا لا اوكي يا اخوان، ترى التحكم هذا الفلاش ترى ما سهل. حبيت اخبركم بس انه ما سهل. هل الطريق من هنا ولا وين؟ لا ما من هنا، فاكيد بيكون من هذا المكان. هذا اللي بيتحركوا يا جماعه، هذا اللي بيتحركوا شكلهم. انا بروح هنا. لا 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 يا زريبة. لا 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 إذا تحركت. لا 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 يا أخوان. لا يا أخوان. لا 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 هذا بيتحركوا. أنا متأكد بيتحركوا.
انا متى قاعد بيتحركوا؟ لا 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 واو يا اخي ما سهل ما سهل، يحتاج لي تركيز يا جماعه، يحتاج لي تركيز، يحتاج لي تركيز يا اخوان. يجيوني والله يجيوني يا اخوان، بيجيوني ذيلا، بيتحركوا بيتحركوا يا اخوان يا اخوان، بسرعه 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 عيموني بسرعه. اوه الله كان بيمسكني هنا هنا يا جماعه، هنا الطريق هنا الطريق يا داخل يونت بسرعه بعد. يا ساتر، لا يا حبيبي مستشفى ما عجبني، المستشفى ما عجبني، انا افضل المدرسه يا اخوان، افضل الاطفال. حلو هنا وين؟ لا يا زبالة لا يا زبالة لا يا زبالة لا لا لا. يا اخوان لا 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 مسكني. وليش وش صار هذا؟ قاني 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 هذا، ركز على هذا، ركز على هذا، ايوه ركز على هذا، بسرعه بسرعه بسرعه، تحت تحت تحت، ورا ورا ورا، لا تتحركوا لا تتحركوا، واحد قدام يا اخي، واحد واحد قدام، واحد قدامي، بسرعه بسرعه بسرعه، اركب فوق اركب فوق يا منى، بسرعه داخل. هذا ويش يفتح ليت؟ شيء صابون يا اخوان، شيء صابون. اوكي عرفت ايش اسوي له صابون. شيل الصابون وعقه هناك زين. وبعدين ما شاء الله في واحد قاعد يتسبح يا جماعه، وشيء معاق، واحد يتسبح واحد معاق. ها فهمت فهمت ايش لازم اسوي يا جماعه، واضح واضح جدا. تعرفوا ايش لازم نسوي يا جماعه؟ نسكر الليت على اساس نحرك هذاك اللي قاعد في الكرسي. افتح اسمه ذاك الفلاش. حلو، فلازم نحرك هذا اللي قاعد في الكرسي على اساس ناخذ الكرسي منه، على اساس ناخذ الكرسي منه. بنجيبه هنا يا جماعه، بجيبه هنا، خليه يجي. ايوه خليه يجي. حلو الحين الحين بروح افتح الليت. ايوه شفت كيف يا اخوان؟ ما كان باقي شيء، ما كان باقي شيء ويمسكني. اوكي انا قاعد اشوت الصابون، ما كان باقي شيء يا جماعه ويمسكني. بتفر هذا الكرسي على اساس نركب. يلا اوكي 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 مونو، ممتاز جدا. انزين وش هذا المكان المظلم مرة ثانية ذيلا؟ لا حول يا اخوان، ذيلا واقدين والله العظيم واقدين يا اخوان، ذيلا واقدين واقدين والله ما اعرف من اشوف يا اخوان، والله ما بق خلاص بيمسكني 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 يا ذيلا، بيمسكوني يا جماعة بيمسكوني. بسرعة بسرعة، قريب نوصل يا اخوان، قريب نوصل قريب نوصل يا جماعة، قريب نوصل. ما بستعقل هذه المرة، هذه المرة ما بستعقل، ما بستعقل يا جماعة. أقولكم بعدين مسكوني. أوكي بعطيكم كورة يعني، لعبوا هذه الكورة. ها شل الكورة، ما مسكوه. انزين طاف سالفتكم، هو حصلنا يا جماعة، حصلنا اسمه ذاك ال الفيوز. انزين وش بيصير الحين؟ اوكي ممتاز. زين بنشل الحين الفيوز. هنا موجود 6
كان ينتظرني هذا المكان. يلا طلعني من هذا المكان بسرعة بعد. اوف هذاك المقطع يا اخوان ما كان سهل. اخر مقطع ما كان سهل صدقوني ما كان سهل. يا الله خلي خلينا ناخذ هذا الفيوز ونطلع من هذا المكان بسرعة. يلا يلا خل من اسمك 6. اتوقع الحين عنا فيوزين فنقدر وش نستخدم الاليفيتر. اوكي فخلينا نركب هذا الفيوز الاول ونروح. والله 6 انت مفيد زين راح يجيب لي قابلني عن الفيوز الثاني. يلا خلله نروح الى الطابق العلوي. لا السفلي ما العلوي يا جماعه قاسين ننزل تحت. ف الله يعينه وش اللي قاسي اللي ايش اللي قاسي انتظرنا الحين. والله لكن هذاك المقطع يا اخوان لما يجيوني كذا اكثر عن واحد يا الله ما حتى ما عرفت وين اركز يا جماعه ما عرفت وش اسوي. دار راسي يا اخوان دار راسي ما اعرف وين اركز يعني وين يعني وين احط الليت يعني اركز على 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 مني يعني. يا اخوان اتوقع هذا المكان احسن مكان ننهي هذا الفيديو يا جماعه. اتوقع هنا مكان ممتاز ننهي هذا الفيديو. فادعمونا باللايك والشير والاشتراك يا جماعه الخير. كان معكم عادل من قناه انفينيت جيمنج منتقانا ان شاء الله في الفيديو القادم. سلام.